حفل استثنائي يوم الأحد غنوا فيه المشتركين أحلى ثنائيات غنائية. الديوز بكل ألوانها الفنية تفاعل مع الجمهور في المسرح بشكل لافت، وحتى في البريك الحماس ما وقف. اليوم عاملين جو، اليوم ما فما حتى حد منا بش يخرج. برايم اللي تكون وسط الجولة تكون يعني مريحة، عكس آخر برايم يكون فيها ضغط وتوتر أنه مين راح يغادر مين يكون نومينيت. كنا جايين عشان نفرح ونطرب بس. بدأنا ننبسط حرفياً، يعني اسمنا لما ينذكر على المسرح الخوف اللي كان بيجينا في البداية ما عاد صار موجود تقريباً. الحلو أنه الليلة أهلي موجودين معي، فراح يعطوني دعم وقوة أنه غني بطريقة أحلى بكثير من الأيام اللي ماضية. الليلة الحفل استثنائي لأن كل اثنين بيغنون ديو، وما هو أي ديو، شيء اختاروه صح واشتغلوا عليه كثير هالأسبوع، واللي يغنون مع بعض كل واحد يقول الزود عندي. الغنية اللي اخترناها مع هيثم شو ضروري خاصة تكون توب توب. راح بيطلع شيء نار وراح نولع المسرح. اخترنا أغنية عزيزة على أستاذ حسن، وعزيزة حتى على الجمهور، أنا متأكد غيغنيوا معنا. أحلى شيء اليوم صراحة، والله مو آخر دو، حنعمل أكثر. بحبكم. أيوة حبيبي. سالم والدهبي من يوم ما تقابلوا ما اتفقوا على شيء، بس الفن جمعهم، والديو الجاي هم اللي بيغنونه. كنت شايل هم ديو مع الأخوين دهبيس بحكم أنه قبل يعني قبل لحظات غيرت طبقة الصوت، فكان هالشيء موترني. الحين الحمد لله عدلنا كل شيء ومطمن الحمد لله. الأغنية بصراحة غيرناها ممكن ثلاثة مرات، خصوصا انه هذا الديو مع سالم، فحابين قدر الامكان نختار اغنية تكون قريبة له. الله الله عليكم يا سالم والدهبيز، ليتكم متفقين من زمان دام هذا غناكم.